الرحيم. نبدأ بالفصل الأول من كتاب توماس. بداية الموضوع هو تعريف بسيطة: natural numbers الأعداد الطبيعية، integers الأعداد الصحيحة، rational numbers الأعداد الكسرية. محور الأعداد real line، intervals اللي هي نوعين open intervals و closed intervals، هي مجموعة أعداد محددة بأصغر عدد وأكبر عدد، طبعا نرمز لها بقوس العدد الصغير بعدين العدد الكبير ونغلق القوس. وعندنا نوعين من الأقواس: القوس الاعتيادي اللي يرمز إلى أنه، يعني هذا القوس اللي يرمز إلى أنه الانترفال ما يحتوي على العدد، يعني هنا الX أكبر من الA، لكن لما أريد نقول الX أكبر ويساوي الA اللي هو نسميه closed interval. closed interval نستخدم القوس المعقوف. هنا عندنا الرسم البياني لأنواع مختلفة من الانترفال. لما يكون عندنا مجموعة من الأعداد بين A و B، لما عندنا مجموعة من الأعداد بين A و B وتشمل الـ A والـ B، تلاحظون أنه لما المجموعة من الأعداد تشمل الـ A نرسمها بشكل دائرة مغلقة، ولما ما تشمل الـ A نرسمها بشكل دائرة فارغة. الموضوع الآخر هو الـ inequalities، يعني لما عندنا معادلة بها علامة أكبر أو أصغر، أو ما نقدر نقول معادلة، inequality لا معادلة. هنالك بعض القواعد اللي تساعدنا بتبسيط الـ inequalities. نقدر نضيف على يمين ويسار الـ inequality عدد، نقدر نطرح على يمين ويسار، نطرح من يمين ويسار الـ inequality عدد، نقدر نضرب يمين ويسار الـ inequality في عدد موجب وما تتغير جهة الأكبر والأصغر. أما إذا ضربنا الـ inequality بعدد سالب مثل ما هنا عندنا، إذا كان السي عدد سالب راح تتغير اتجاه، يتغير اتجاه الـ inequality. هنا الـ A أصغر من B، صار A في C أكبر من B في C لأنه السي عدد سالب. إذا كان A أكبر من الصفر نقدر نقول واحد على A أكبر من الصفر. وهنا عندنا القاعدة المهمة الأخرى: إذا عندنا A أصغر من الـ B نعكس الـ A والـ B ونغير اتجاه الأكبر والأصغر. خلنا نستخدم بعض هذه القواعد الحل أمثلة. خلنا نأخذ المثال الأول: 2X ناقص 1 أصغر من X زائد 3. إذا نريد نحله نقدر نستخدم القاعدة الأولى، نضيف العدد 1 إلى اليمين واليسار، مثلا هنا نقدر نقول زائد 1 وهنا أيضا زائد 1، إذا نضيف للجهة لليمين واليسار زائد 1. الزائد 1 ويا ناقص 1 يصير 0، الزائد 1 زائد 3 يصير 4. هسه نقدر نطرح الاكس من الجانبين، هنا يصير عندنا 2x ناقص x يصير يبقى x، x ناقص x 0، وهنا الأربعة تبقى. إذا على مود نحل هاي المعادلة استخدمنا رقم 1 ورقم 2 وطانا الجواب x أصغر من الأربعة. مثال آخر عندنا: ناقص x على 3 أصغر من 2x زائد 1. شلون نحلها؟ نقدر نضرب الجانبين في 3، راح يصير عندنا ناقص x أصغر من 3 في 2 6، 1 في 3 3. بعدين نقدر نضيف للجانبين x
ناقص x إذا نضيف ل x يصير صفر، 6x إذا نضيف ل x 7x زائد 3. هسه نقدر نقسم الجانبين على 7، يصير x على اليمين وناقص 3 على 7 على اليسار، أو نقدر نقول من ناقص 3 على 7 فما فوق، كل الأعداد اللي أكبر أو أكبر من ناقص 3 على 7. حلول هاي المعادلات نقدر نرسمها مثلا هنا x أصغر من 4، معناها كل الأعداد اللي تكون أصغر من 4 ولا تشمل 4، هنا الدائرة فارغة، أو لما شفنا x أكبر من ناقص 3 على 7، ناقص 3 على 7 دائرة فارغة كل الأعداد اللي إلى يمينها. والمثال الثالث السي انتو حلو. القيمة المطلقة الابسولوت فاليو، الابسولوت فاليو لكل عدد هو العدد الموجب نظير لذلك العدد، دائما الابسولوت فاليو أكبر أو يساوي الصفر. زين، والقاعدة اللي نقدر نكتبها كقاعدة للأبسولوت فاليو هي أنه إذا الإكس أكبر أو يساوي صفر الأبسولوت فاليو له نفس الإكس، أما إذا كان الإكس أصغر من الصفر الأبسولوت فاليو يصير ناقص إكس، يعني نضرب العدد السالب في علامة سالب على مود تنحذف العلامة من العدد. هذه القواعد مهمة لتبسيط المعادلات اللي يظهر بها الابسولوت فاليو. الابسولوت فاليو الناقص اي هو يساوي الابسولوت فاليو للاي، الابسولوت فاليو للاي في بي يساوي الابسولوت فاليو للاي في الابسولوت فاليو للبي، ونفس الشيء بالنسبة للقسمة، الابسولوت فاليو للاي على بي يساوي الابسولوت فاليو للاي على الابسولوت فاليو للبي، وأخيرا الأبسولوت فاليو للأي زائد بي أصغر أو يساوي الأبسولوت فاليو للأي زائد الأبسولوت فاليو للبي. هذه القاعدة مهمة جدا واسمها Triangle Inequality، تستخدم بكثرة في تبسيط المعادلات اللي يظهر بها القيمة المطلقة الأبسولوت فاليو. هنالك بعض القواعد الأخرى ممكن استخدامها لحل المعادلات اللي يظهر بها الابسولوت فاليو. رقم 5، القاعدة رقم 5 الابسولوت فاليو للx يساوي b يعطينا الx اما زائد a او ناقص a. الابسولوت فاليو للx اذا كان اصغر من الa معناها الx بين الa والناقص a، وهكذا بقية القواعد. هنا نستخدم if and only if، وعادة نقدر نرمز لها بهالشكل. وأيضا عادة تكتب بشكل if. إذا معناها أنه إذا اليمين إذا اليسار كان صحيح اليمين أيضا صحيح، وإذا كان اليمين صحيح اليسار أيضا صحيح، اليمين يعطينا اليسار واليسار يعطينا اليمين. خلينا نحل مثال. عندنا معادلة تقول اثنين القيمة المطلقة لاثنين إكس ناقص ثلاثة تساوي 7، شلون نقدر نحلها؟ نقدر نستخدم القاعدة رقم 5 اللي شفناها هنا ونحذف من خلالها علامة القيمة المطلقة. إذا يبقى عندنا 2x ناقص 3 يساوي زائد وناقص 7، إما 7 أو ناقص 7، يعني هذه المعادلة تعطينا معادلتين، معادلة تقول 2x زائد 3 يساوي 7، ومعادلة أخرى تقول لنا 2x ناقص 3 يساوي ناقص 7. المعادلة الأولى نحلها
يعطينا x يساوي 5. المعادلة الثانية نحلها يعطينا x يساوي ناقص 2. إذن هذه المعادلة إذا نحلها تعطينا x يساوي 5 و x يساوي ناقص 2. هنا عندنا مثال آخر، 5 القيمة المطلقة لخمسة ناقص 2 على x أصغر من الواحد. نحذف علامة القيمة المطلقة، تتبدل هذه إلى 5 ناقص 2 على x بين الواحد والناقص واحد. بعدين نقدر نضيف أو نطرح من كل الأطراف 5 مثل ما هنا نشوف subtract 5. بعدين نقدر نضرب الأطراف في سالب 1 على 2، ولاحظوا لما نضرب في سالب 1 على 2 لأن العدد سالب علامة الأكبر والأصغر تنعكس، وبعدين نقدر نعكس كل الأطراف وأيضا العلامة تنعكس، 1 على x يصير x، 3 يصير 1 على 3، و2 يصير 1 على 2.